السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم كده في خلال دقيقة كده حاجة مبسطة خالص على نقطة صغيرة محددة، هي الانتي تو بلوك ديفايس. الانتي تو بلوك ديفايس سيستم من اسمه كده ان هو حاجة بتمنع الحركة او بتمنع التصادم بين اتنين بلوك، الهوب ومن الناحية التانية البكارة او التارة البولي اللي بينزل منها الوايرات بتاعة البوم. تمام، طبعا اللي بنطبع على الهوك الرئيسي بنطبع على الاوكسيلري هوك او الهوك الفرعي. تمام، فالديفايس ده شكله زي ما احنا شايفين كده، فكل معين نازل منه سلسله بطول معين يتم تحديدها طبقا للمانيفاكشر. تمام، وبعد كده متوصله زي ما احنا شايفين اهوت بحساس او دايره. اول ما الهوك ده يخبط في الثقل ده السلسله بتنصفى وبالتالي الدايره بتتفتح وبتدي اشاره لمين؟ لسواء الكريم بتاعنا. مش بس اشاره، دي كمان بتفصل الحركه. فعشان كده هو يعتبر من ضمن ايه؟ من ضمن ادوات التحكم الهندسي مش الاداري، لان هو مش بس بيدي ورنينج للاوبريتور، لا ده كمان بيفصل الحركه بين الهوك وبين الطاره اللي موجوده. طيب تمام، حد يقول لنا دلوقتي طيب هل لو ما فصلش انا المفروض اعمل ايه؟ هل ممكن يحصل فيه فشل ولا لا؟ لان الخطر دايما هو خطر التصادم بين الاثنين دولت. ممكن ما يشتغلش، لان طبعا طالما ميكانيكي او كهرباء ممكن يحصل له فشل. فعشان كده المصنع دايما بيديك لمسافه معينه تبقى من حوالي 90 سنتي متر 120 كده يعني. في نفس الوقت بتتم حركه الرفع ببطء، في نفس الوقت بتتم حركه الرفع ببطء شديد جدا، بحيث لو لا قدر الله البتاع ده حصل له فيلير يكون السواق عنده وقت كافي ان هو يفصله يدوي من خلال مفاتيح التحكم اللي عنده. طبعا الكلام ده مطبق سواء وهو بلود او من غير لود، لان الخطر موجود مازال يعني. المشكله ان هو لو بلود هيشيل اكبر يعني هتبقى الخطر اكبر، لان اللود ممكن يحصل له مصيبه والطاره ممكن تبوظ والحاجات دي كلها يعني. دي كانت نقطه مختصره على موضوع الانتي تو بلوك ديفايس